ازاي نطبع من الهاتف مباشره في الطابعه الكانون ال بي بي 253 اكس. يعني لو انت عندك اكتر من هاتف او اكتر من جهاز موبايل فهعلمك ازاي تطبع من الهاتف مباشره بدون استخدام اي كابل. فلو يهمك الموضوع تابعني بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم اخوانا، من ايه اخباركم، ايه ان شاء الله تكونوا بخير وفضل الحال. معاكم احمد السام من قناة كانون بالعربي، وحلقتنا النهاردة هنعرف مع بعض ازاي نطبع من الهاتف مباشرة في الطوابع الكانون ال بي بي 253 اكس، وان شاء الله الحلقة تنال اعجابكم. اول حاجة هنعملها هنعرف الطوابع بالراوتر الواي فاي، يعني نشبك او نربط الطوابع بالراوتر بدون استخدام اي كابل. والخطوات كالتالي: هنيجي هنا عند شاشة الطوابع ونختار القائمة، ثم نختار إعادة الشبكة، ثم هيقول لك دخل معرف مدير النظام، ضغطة واحدة عليه كده، والمعرف من 7 لـ1، عدي تنازلي 7 6 5 4 3 2 1، ثم نختار تطبيق، ورمز البن هو رمز مدير النظام، من 7 لـ1، عدي تنازلي، ثم نختار تطبيق، ثم بعد كده هتختار زرار الاي دي، ثم هيظهر لكم القايمة دي، هتختار تاني اختيار إعادة شبكة اللان اللاسلكية، ثم نختار نعم. ثم نختار اوكي، ثم نختار ثالث اختيار اعدادات الاس اس اي دي، وهنا هيظهر لك اختيارين، اختيار مكتوب تحديد نقطه الوصول، واختيار الثاني مكتوب ادخال يدوي. لو انت عامل الراوتر بتاعك الشبكه مرئيه يعني اي حد يشوفها فهتختار اول اختيار تحديد نقطه الوصول، لكن لو انت عامل شبكه الراوتر مخفيه فهتختار ثاني اختيار ادخال يدوي، لكن انا عامل الشبكه بتاعتي مرئيه فهختار اول اختيار. وهنا بيبحث على كميه الراوتر اللي موجوده عندك. انا الراوتر بتاعي اسمه كانون، فلو انت مش موجود بتقعد تدور عليه من خلال الشاشه التاتش، فانا هختار كانون. وهنا بيقول لك دخل كلمة مرور الراوتر الواي فاي. طب هندخل كلمة مرور دي ازاي؟ الحروف دي هنطلعها زي الموبايلات القديمة اللي هي كانت بزراير، يعني مثلا عايز حرف السي هختار رقم 2 3 مرات، عايز حرف الزد هختار 9 4 مرات، مع العلم ان زر النجمة ده بيحول الحروف من كبيرة وصغيرة لأرقام. طب ازاي نعرف ان دي كابيتال ولا سمول؟ شايفين حرف الاي الكبيرة ديت الموجودة فوق؟ دي كده معناه ان الحروف كلها هتبقى حروف كبيرة. لو ضغطت على زر النجمة كده هتلاقي اتحولت لحروف صغيرة، لو ضغطت على النجمة مرة ثانية هتلاقيها بقت أرقام. انا هدخل كلمة مرور دلوقتي حالا، وبعد ما دخلنا كلمة مرور بالطريقة الصحيحة هنختار تطبيق، ثم نختار نعم. هتلاحظ ان اللمبة دي بتاعت الراوتر واي فاي بتنور وتنتفي، يعني هي جالي التوصيل بالراوتر، وانا قال لك تم التوصيل، وهتلاحظ ان اللمبة بتاعتنا نورت ثابتة، معناها انها توصلت بالراوتر الواي فاي بنجاح. ودلوقتي هنروح للموبايل ونمشي خطوات واحدة واحدة مع بعض، فيلا بينا. أول حاجة هنعملها هنفتح البلاي ستور أو الأب ستور اللي موجود في هاتفك، ونطلع فوق خالص كده ونختار في السيرش كلمة كانون، ثم نختار سيرش. هننزل تحت شويه كده هنلاحظ اختيارنا مكتوب عليه كانون برنت بيزنس، نختاره عادي جدا، ثم نختار تثبيت، ثم ننتظر لحد ما البرنامج يتحمل معانا. وبعد اكتمال تثبيت البرنامج هنعمل فتح، ثم هيقابلك كذا خطوه، اجري في اجري في اوكي، حاجات روتينيه عادي جدا، وهيظهر لك القايمه اللي قدامكم دي. لو تلاحظ فوق على الشمال في علامه طوابعه وجنبها زائر، ضغطه واحده عليها، ثم هنختار اول اختيار اوتو سيرش، والطابعه بتاعتنا مكتوبه عليها ال بي بي 253، هنختار عادي جدا، ثم نختار ايديت، وبكده عرفنا الطوابع عن طريق الهاتف. طب ازاي نطبع؟ وعلى سبيل المثال انا عايز اطبع ملف بي دي اف مبعوث لي على الواتساب، هخش على قائمه الملفات البي دي اف اللي عندي، وعلى سبيل المثال هختار اول ملف عندنا وهو ويلكم، وطريقه الطباعه كالتالي: هنعمل مشاركه او شير، ثم سند اكوبي، ثم نختار برنامج كانون اللي احنا نزلناه، ثم نختار برنت. وزي ما انتم ملاحظين الطوابع استلمت الاوامر من الموبايل. وزي ما انتم شايفين ده الورق اللي انا طبعته من ملف البي دي اف اللي هو مكتوب عليه ويلكم، الموضوع سهل كده. طب على سبيل المثال عندي صوره مبعوثه لي على الواتساب، لازم اول حاجه تعمل تحميل للصوره دي وتنزلها في الالبوم او استوديو الهاتف، ما ينفعش تطبع صوره موجوده على الواتساب، وكده كده اصلا الواتساب لما بيتبعت له صور الصور دي بتتحمل تلقائيا في الالبوم او الاستوديو. وعلى سبيل المثال الصوره دي موجوده في الالبوم او الاستوديو وعاوز اطبعها، هنعمل ايه؟ هنعمل مشاركه او شير، ثم نختار برنامج كانون اللي احنا نزلناه، ثم نختار برنت، وهتلاحظ ان الطابعة اخذت اوامر من الموبايل. دي الصورة اللي احنا طبعناها من الهاتف.
طب دلوقتي الطوابع دي فيها خاصيه انها تطبع على الوجهين اوتوماتيك. هنعملها ازاي؟ لازم يكون ملف بي دي اف او مستندات، ما ينفعش تبقى صور وتطبعها على الوجهين. يعني ملف بي دي اف فيه اكتر من ورقه يا اما مستند فيه اكتر من ورقه. طب هنطبعه ازاي؟ هنختار الملف اللي انت عايز تطبعه عادي جدا، وليكن هختار نفس ملف البي دي اف اللي مكتوب عليه ويلكم عشان فيه اكتر من ورقه، وعامل مشاركه او شير، ثم سند كوبي، ثم برنامج كانون. وقبل ما تختار كلمه برنت هنختار القائمه اللي فوق ديت، ثم سابع اختيار مكتوب عليه تو سايدد، وعليه كلمه اوف، يعني تو سايدد يعني على الوجهين، واوف يعني انت مش مفعل الخاصيه دي. فانا عايز افعلها، هعمل ايه؟ هضغط على كلمه اوف ديت، هتلاحظ انها بقت اون، تمام، وهرجع خطوه لورا، ثم هختار برنت. هتلاحظ ان الطبقه بتاعتنا اخذ الامر من الموبايل زي ما انتم شايفين، سحبت ورقه ثم رجعتها تاني عشان تطبع على ظهرها وتطلعها لنا اهي. زي ما تلاحظين الورقه والشاهيه وظهرها اهوت، يعني كده طبعا على الوجهين اوتوماتيك. طب دلوقتي اتعلمت ازاي اطبع على الوجهين، عاوز الغي موضوع الطباعه على الوجهين بحيث الورق يتطبع ورقه ورقه. هنختار نفس الاختيار اللي في النص ده اللي فوق كلمه برنت، ثم تو سايدد هنخليها اوف، وبكده تقدر تطبع الاوراق ورقه ورقه بكل سهوله. في معلومتين مهمين جدا قبل ما نقفل معاكم حلقه النهارده، لو لاحظت ان الطوابع مش بتاخد اوامر من الموبايل يبقى انت عملت حاجه من خمس حاجات، يا اما غيرت كلمه مرور الراوتر الواي فاي، او غيرت جهاز الراوتر الواي فاي ذات نفسه، او حولت الشبكه من مرئيه لمخفيه، او من مخفيه لمرئيه، او انت حاطط الراوتر الواي فاي بعيد جدا، فبالتالي لما يتحط بعيد شويه هيرى ان الطوابع موجوده وشويه هيرى الطوابع مش موجوده. والمعلومه الثانيه المهمه، لازم نثبت الاي بي عشان مش كل شويه يتغير. هنعمل ايه؟ هنختار القائمة، ثم نختار اعداد الشبكة، ثم هندخل معرف مدير النظام زي ما اتعلمنا من 7 لـ1، تطبيق، ورمز البن زيه بالظبط من 7 لـ1، تطبيق، ثم نختار اي دي، وهنختار رابع اختيار اعداد تي سي بي اي بي، ثم نختار اول اختيار اعداد اي بي في 4، ثم نختار اول اختيار اعداد عنوان اي بي، ثم نختار اول اختيار اكتساب التلقائي تشغيل، ثم نختار تاني اختيار اي بي تلقائي تشغيل، وهنختار ايكوف، ثم نختار اول اختيار تحديد بروتوكول ونخليها ايكوف، ثم نختار تطبيق. ودلوقتي هتطفي الطوابع وتشغلها، هتلاحظ ان الاي بي ثبت معانا. وبكده انتهينا من موضوع حلقه النهارده، اتمنى يكون نال اعجابكم، اتمنى الموضوع يكون نال اعجابكم. منتظر اي استفسار لكم بخصوص طبعات كانون. كان معاكم احمد السيد من قناه كانون بالعربي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.